بينا لفقرة فاملي. اليوم موضوعنا هو تأثير الحالة الصحية والجسدية على القدرات المعرفية وكيف ممكن نحسن هالقدرات. رح ناخذ نصايح وتفاصيل أكثر من ضيفنا الدكتور ميشال نوفل. أهلا وسهلا فيك دكتور. خير الله شرفتنا. حضرتك اختصاصي صحة نفسية، معالج نفسي وطبيب. دائما نسمع عن cognitive functions خاصة عند أولادنا وأهمية تطويرهم بشكل صحيح ومنتظم، ولكن هالقدرات موجودة عند الكبار والصغار، أو للأسف نوصل لسن الرشد وما بنكون مطورينهم بشكل صحيح، أو في عوامل أخرتنا نوعا ما. بداية لما نقول cognitive functions أو قدرات معرفية، شو يعني؟ كيف بنعرف عنهم؟ نعم، القدرات المعرفية أو الذهنية يلي هي قدرات إذا بدك كمان الإدراك عند الإنسان، هن بعض الفانكشنز يلي الإنسان بيستعملهم بحياته اليومية، مثل الانتباه الاتنشن، مثل التركيز، مثل الذاكرة، مثل البلانينج. هول القدرات مهمين بحياتنا اليومية مش بس بحياتنا العملية، يعني كل إنسان بيتكل على الذاكرة والانتباه والتركيز لأي شغلة بيعملها. So cognitive functions هن هول القدرات يلي الإنسان بيعوزهم بحياته اليومية وبحياته المهنية كمان. كلنا عنا هالقدرات دكتور بمستويات مختلفة حسب طبعاً نموهن عنا؟ يعني هل هن سكيلز بنتعلمهم ومنطورهم أو موجودين عنا؟ لا، نحن طبعاً نحن بنخلق بدماغ في عنا أماكن معينة هي مسؤولة عن هالقدرات. نعم، الإنسان ممكن بمحل ما أنه يقدر يطورهم أكثر. هلأ بنعطي شوية رح نحكي كيف، بس القدرات طبعاً بيخلقوا معنا، بيخلقوا فينا، وشوي شوي بيصيروا يتقوى. يعني عند الصغار قدرات تبقى طبعا اضعف واقل، مش بذات القوه وبذات السوفيستيكيشن اذا بدك من الراشد، ولكن طبعا نخلق فيهم. بالدماغ في منطقه اسمها البريفرونتال كورتكس، في عندي صوره هلا فرجيها، وين بيسكلي الكوجنيتيف فانكشنز هن اكثر شيء يعني موجودين. هيدي هي المنطقة المضوايه. نعم، على ميل الشمال من الصورة، المنطقة الصفراء هي أمام الدماغ، البريفرونتال كورتكس، مسؤول عن الكوجنيتيف فانكشنز. شمال أو يمين؟ بالصورة على ميل الشمال. نعم، المضوايه بالأصفر. يلي هي إذا كان فيها أي نوع خلل أو أي نوع اضطراب ممكن يتأثروا هول القدرات الذهنية المعرفية، إن كان التركيز أو الذاكرة. من زمان صار حالي من شي 100-120 سنة لشخص فات مثل عصا حديد بهالمنطقة بالذات، اسمه فينيس كيج، قصة حقيقية. والشخص ما مات، يعني صار في مثل نوع اكسيدنت، فاتت عصا براسه. نعم، وبلش يتغير قدراته الذهنية. عم نحكي من تقريبا 120 سنة. من وقتها طبعا ما كان في بعد اكس ريز وكل هالماشينز. نعم، بلشوا يلاحظوا انه اذا في دامج او اي عطل عضوي بالدماغ. نعم، ممكن يأثر على القدرات المعرفية. ومن وقتها بلش الفيلد اللي هو النوروسايكولوجي، اللي هو علم النفس الفيزيولوجي إذا بدك، أو العصبي، لحتى بلشوا يستوعبوا أنه الدماغ له علاقة بالقدرات الذهنية، حتى حددوا أي منطقة بالدماغ مسؤولة. مزبوط، اللي هي البريفرونتال كورتكس. اكزاكتلي. دكتور نوفل، شو هي العوامل اللي بتأثر على قدراتنا المعرفية؟ طبعا في عوامل كثيرة. أكيد في العمل الوراثي أولاً، يعني الإنسان لما يبلش يتكون كجنين إذا بدك، الولد لما يبلش يتكون كجنين يعني ببطن أمه، في العوامل الجينية اللي هي طبعاً بتجي من البي والأم يلي بتلعب دور. كيف مثلاً طول الإنسان مثلاً محدد جينياً، ما معقولة مثلاً رجل امرأة صار يجينه ولد كتير طويل أو العكس. دونك جينياً في عنا عوامل بتأثر، هيدا أولاً مثل بتعطي أرضية. ثانيا، لما يكون الجنين عم بينمى ببطن امه، في عنا العوامل البيولوجيه مثلا مثل الهرمونات تبع الامراه يلي بتكون قبل ما حتى يخلق الولد عم تبلش تاثر على القدرات الذهنيه تبعه وهو وبعده ببطن امه. يعني الام شو بتاكل، اي هرمونز بيكونوا شغاله عنا او منهم شغاله، هو عم يتكون وعم ينمى. صح. وطبعا كمان بهالحاله اذا الامراه لسي مثلا بتتعاطى مخدرات او بتشرب كثير كحول، كله هيدا بيلعب دور. أكيد. البروتينات كثير مهمه للقدرات المعرفيه عند الولد، بقى كثير مهم تكون عم تاخذ بروتينز. وطبعا في نظام غذائي للامراه الحامل، بيناتهم بيكون في فوليك اسيد وغيره لحتى الجهاز العصبي ينمى بطريقه صحيه.
هلا كمان في عنا من بعد ما الولد يخلق، اذا الامراه مثلا كانت عم ترضع الولد ولا لا، ما كثير بتفرق، بس الامراه اللي بترضع الولد حتى هالشيء بيلعب دور؟ بيلعب دور اكيد طبعا، حتى اذا الامراه ما رضعت منا كارثه، بس نعم. انه في دراسات ترضع. في دراسات بتدل انه القدرات الذهنيه والمعرفيه بتبقى اقوى عند الامراه اللي بترضع. في عندي كمان طبعا الانسان على اي نوع نظام غذائي بيكون ماشي، إذا بنحكي مثلا عن الراشدين، نحن عنا لما نشتغل يمكن أوقات بنقفي غدا أو الترويقة بتكون سريعة أو بنتعشى كتير بالليل، يعني ما بيكون في نظام غذائي مرتب. نعم، حتى بنسمع أوقات إنه في يعني مواد غذائية أو مأكولات بتقوي هالقدرات عنا. أكيد طبعا ما في شك إنه في بعض المواد بنتركها للدايتيشن الاختصاصية معكم، بس النظام عم تحضرنا ليك وين رندا. النظام الغذائي مهم يكون مرتب ومظبوط لحتى القدرات نقدر نستعملها. نعم. نظام كمان النوم بطريقه صحيه، النوم كثير مهم، اساسي اكيد اساسي لحتى يكون عندنا مش بس تطور هالقدرات ولكن نقدر نستعملها نورمال فانكشنينج. صح، يعني اذا شخص ما نايم منيح بيتخربط نهاره كله. صحيح. كلنا اذا مش نايمين مزبوطين ثاني نهار تركيزنا بيكون ضعيف، ذاكرتنا وقت بتخزلنا، يعني النوم كثير مهم. الستريس اذا بنحكي عن عمل النفسي، العمل النفسي، الستريس بيلعب دور كتير مهم بالتركيز وبالذاكره. بنشوفها كتير عند الاولاد مثلا اللي بيكونوا عندهم انكزايتي، او اذا في مشاكل بالبيت، اذا عايشين تحت ضغوطات، الستريس ممكن ياثر على ادائهم بالمدرسه وبعلاماتهم. بنلاحظ انه فجاه ولد لنقول تراجع شوي، تراجعت علاماته. هون بحب شدد على نقطه انه اوقات كتير بنلاحظ عند الاولاد انه بالمدرسه علاماتهم وادائهم فرق. نعم. مثلا لنقول بين شهر وشهر لازم نعمل تقييم لنعرف نحن اذا الولد هو تاثر وعلاماته وتاثر ادائه لانه صار في شيء بحياته، ولا اذا هو اصلا كان من الاساس عنده هول القدرات ضعيفه. في بعض هون عم نعمل اسسمنت يعني للطفل. أكيد. هون اذا علاماته فجاه بتتراجع دكتور، او ممكن اذا لاحظنا انه هالقدرات ما عم تنمى بشكل طبيعي. بقول لك شغله، اول شيء حابب فرجي شغله بسرعه عن الستيجز اللي هن المراحل الانسان بيتطور فيها. مراحل تطور هالقدرات. في عندنا نظريه لجان بياجي، يعني هي نظريه منها الوحيده، في غيرها. النظريه بتدل شوي على كيف الانسان لما يكون صغير الولد ببلش يكتسب المعلومات. اول سنتين بيكتسب المعلومات من الحواس، يعني من العيون، من الدينين، من الصوت، من اللمس، من الاشياء اللي بحسها، بسموه سنسوري موتور ستيج تبع ديفلوبمنت. يعني مثلا اذا الولد كان بهالمرحله ما بيسمع مزبوط، عنده نقص بالسمع، عنده ضعف بالسمع، او عنده ضعف بالنظر، طبعا رح يكون عنده القدرات المعرفيه ضعيفه لانه ما رح يقدر يكتسب المعلومات. ولد بهالعمر ما بيقدر يفهم. شو عم نشوف هون؟ عم نشوف اول ستيج تحت السنسوري موتور اللي هي بين 0 و 2 ييرز، اول سنتين من الحياه، بيتعلم الولد كل شيء حواليه بالحواس، يعني لما يدق بشيء، يلمس شيء، او يسمع شيء، او يشوف شيء، هيك بيكتسب المعلومه. نعم. وبيبلش القدرات الذهنيه والمعرفيه تنمى من وراء كل شيء بحس فيه. نعم. بعيونه بدينه كل شيء بيلمسه. مشان هيك مهم عند الاولاد يكون عندنا طبيا اذا بدك الحواس تكون صحيه. اذا ولد ما بيسمع رح تتاثر، رح تتخربط العوامل الذهنيه. الستيجز الثاني والثالث ببلش الولد يقدر شوي ياخذ ويعطي اكثر بالحكي وبالسيمبلز، يبلش يتعلم يشوف اشياء قدامه ويفهمها اكثر. نعم. تدريجيا ببلش بدون ما يلمسها. نعم. يعني بالحكي وبالمفهوم. هون نرجع لذاكره او قوه الذاكره عنده، الذاكره والمفهوم واللوجيك. نعم. يلي هن كمان اللوجيك والريزنينج، التحليل والمنطق، كمان ضمن القدرات المعرفيه. واخر ستيج اللي هو ببلش يتطور عنده بالمراهقه هو لما يبلش يكون عنده مفهوم، إذا بدك ما بعد يعني أكثر من كونكريت، بسموه أبستراكت ثينكينج، لما يبلش. نعم. يقدر يحلل بطريقة شوية مثل الكبار. نعم. دكتور نوفل وقتنا تقريبا انتهى، بدي بس أخذ منك بعض النصائح. نعم. حول كيف ممكن نقوي أو نحسن هالقدرات. نعم. في عندي كمان تبس رح حطهم، تبس لحتى واحد يقوي القدرات. هني أول شيء في الرياضة كتير مهمة، سو اكسرسايز الايروبيك اكسرسايز، مثل مثلا الركض، مثل مثلا السباحه،
مثل مثلا البيسيكلات البايكينج الهايكينج. في عنا طبعا كنت عم بقول انا نظام غذائي مزبوط سليم. نعم. سليم نظام النوم يكون مزبوط، الشخص يكون قد ما فيه خفف ستريس، يعمل ريلاكسيشن مديتيشن، يقرا، يعمل مثل نوع اكسرسايزز للمايند، مثلا يلعب كلمات متقاطعه سودوكو، كل يمرن الذاكره عنده. صح، يمرن الذاكره ويكون عنده حياه اجتماعيه، سوشياليزيشن، يكون شخص اجتماعي، يظهر وياخذ ويعطي. نعم. كثير بيلعب دور ب يكون في انتراكشن بينه وبين الناس، اكيد بما انه يكون شخص منعزل. نعم. وما كثير بيتعاطى مع الناس. دكتور ميشال نوفل، الوقت دائما بيمر بسرعه معك، شكرا لوجودك معنا ولهالمعلومات المفيده. بنشوفك بحلقات مقبله ان شاء الله. وقفي مشاهدينا ومنتابع حلقتنا.